السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ اخباركم؟ عساكم بخير. ان شاء الله تكونون بخير وصحه وعافيه. شوف هذا الزرع شلون كبر، تتذكرون شلون كان صغير؟ هذا من نابي الوان، قلت لكم هذا لعيون المتابعين. ماشي، هاي الحديقه البارحه قصيناها همينا وحطينا على هذا الحمار، صارت كلش حلوة بس مو أحلى من متابعين. أخوان اليوم أريد أراويكم الطيور قبل لا أبيعها، زين؟ اليوم 24 بالشهر، فراح أراويكم الطيور قبل لا أبيعها، لأن ناس هواية جوي عليها ورادوا، فلقيت ولد كلش حباب خارج محافظتنا، من غير محافظة، تقريباً يبعد فد 500 كيلو 600 كيلو عن محافظتنا، فقال لي اشحن لي اياها بالطياره، راح اشحن لي اياها بالطياره. ماشي حبايب، بس التراويكم اراويكم الطيور قبل لا ابي. بعت هسه 10 زواج بعت له وراح اشحنها، زين، والبقيه قال لي كل فتره اخذ من عندك. هو الظاهر يبيع هناك، عنده اخفاص هوايه ويبيع ذيك المنطقة اللي بعيدة وما عندهم طيور. فقلت اراويكم الفرخات اول مرة، زين، هاي الفرخات، شوف وخر لك، لك وخر، انزل. هاي الفرخات، شوف اخوان، هاي الفرخات قلت اراويكم اياها. الفرخات ما راد من عندها، راد ثلاثة بس، هسه اراويكم اياها ثلاثة راد. هذا واحد جول بالرنج، وراد هذا الفوق العلعودة، وراد هذاك المحجل اللي ممكعكل اصلا، زين. شوفوا هاي الفرخات، انا راويكم اياها هاي الفرخات، هاي على كيف، شوفوا ايش قد حلوة. سايم راح تكبر وتصفي، والله ما مصفية خطية، بعدها ما مصفية، بعدها صغار، كلش صغار. هذا بدا ياكل، شوف هذا عالجناه، شوفوا، شوفوا هذا بدا ياكل وحده، وبدا هاي، شوف شوف الفرخات راكم اياها شلون جمال، شوف، طبعا صغار، بعد هذا تلك، هذا تلك، شوفه تلكه، بعد هذا قلب اصفر، هذا صار اصفر، قلت لكم، انا قلت لكم هذا اصفر، طبعا ضوء ماكو، خلي شعر الضوء بين احسن. شوف هذا قلب اصفر، زين، خلينا نشوف بعد. هذا راح نشتغل عليه ويا الشكريات، زين، ويا الشكريات، شكريات هم مباعوا بس عندي شكريه ما مباعت بقت، راح اشتغل عليها على الشكريات ونشوف. هذا هو نقطه صديقكم، زين، هاي الطيور الفرخات، شوفوها هاي، طبعا هم حكوا عليها، قالوا هذا هيجي وهذا هيجي، ما علينا بالحكي، بس انا اقول شيء واحد اخوان، واحد لما انت خوش ولد وتعاملنا وياك ودزياك، اسوي يسمع الفيديو، خليه يسمع الفيديو كل زين حتى يعرف رايي، لان انا بعد ما اجاوبه يكتب لي بعد ما اجاوبه، زين، خليه يسمع الفيديو هذا، خليه يسمع الحكي مالتي بهذا الفيديو. انا بعمري ما اروح اودي طير الواحد، هم يجون ياخذون الطير، ياخذ الطير ويروح واتفق وياه، اني يطلع الطير من هنا بعد ما رجعه، ما يرجع، لان انا اخاف، ما اعرف ايش عنده امراض، ما عنده امراض، ما اعرف، زين. فرحت مسافه 40 كيلو روحه وجايه والله بس حتى ادز له طيور، انا لا محتاج فلوس ولا محتاج اروح ادز الواحد، بس تقدير للانسان. طبعا طلع وياي اتعس طلعه وما متوقعها منه ابد، ابد ما متوقعها منه. شنو الشيء اللي صار؟ الشيء اللي صار دزيت له صور طيور، انا ما عندي طيور مو حلوه. قلت له هاي الطيور، هو راد طيور من عندي، قلت له هاي الطيور ضميتها لك، من تجي حتى تاخذ هاي الطيور. زين؟ شو هذا قلب الدنيا، هي كان حكايتين، يقول يابا ما اريد هالطيور، مو زينه ابو فادي هاي، انطيني غيرها. اوكي خلصنا. هذا اخذ الطيور، دزها لفلان، دزها لفلان، وهذا هيجي وهذا الطير هيجي، وصدق هذا حني لو مو حني، طبعا خبراء هم اللي دزلهم. راسا ردوا عليه قالوا لا لا هذا ما شنو، وطيور زباله، انا طيور زباله
والله عيب عليك تحكي هالحكي. زين قلت له عمي لهنا انتهت، لا ابيع لك ولا تبيع لي، وخليك على 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 حالك وانا على حالي. زين راسا قلت لك هذا الولد خابرني قال لي اريد طيور من عندك فعازله. شوف بس ذولا المصبغين بزرق، شوف ذولا مالتي، ذولا البقيتهم، شوف بس المصبغين بزرق، البقيه باوع الما مصبغ بزرق، الما مصبغ جنحه بزرق كلها مالته. شوف المصبغ بزرق، شوف المصبغ بزرق مال هذا مالته همين حتى هذا الحلو. شوف الما مصبغ بزرق هاي كلها مالته، شوف كلها مالته، المصبغ بزرق هذا مالتي. فشوف يعني بدرنقات بقيتها، ما اريد بدرنقات بقيتها لي. وذول شوف شوف هاي الطيور، هاي الطيور اللي راح ادزها الى اخوان، هاي الطيور اللي راح ادزها الى ماشي حبايب ماشي. دزيت لاني 5 زواج وبعد يريد من عندي اشحن له 15 زوج، فراح اطلع له 15 زوج عندي اكثر من 15 اني راح اطلع له 15 زوج ودز له اياها ماشي حبايب. هذا اللي اردت اقول لكم عليه بس. وهاي الطيور وهاي الطواير هم راح اراويكم اياها. الطواير الطواير بالحقيقه الطواير الطواير يعني راح استنقي، قلت له استنقي لك الطواير، يعني راح استنقي الطواير كلها حلوه، يعني ما عندي هي طيور حلوه والله. شوف الطواير اخوان باوع، خل اكبر لكم اياها شويه ما يخالف. شوف الطواير، شوف شوف التحاجيل ورات سلم ومكعكلات. شوف هذه ما ابيعها، هاي زقم قبطات عندي، هاي الدلعه. شوف الجوزيات، جوزياتها مباعوا. شوف هاي جوزية مباعت، هذول الجوازي الاثنين الجوا مباعوا، هذه الجوزية هم مباعت. زين هاي الطيرة مباعت، هاي الطيرة مباعت، هاي المكعكلة الأغرة، هاي الطيرة الأغرة هم مباعت، ذيك الفوق مباعوا. زين فنشوف رادهم قال لي اشحنهم اشحن لياهم، قال لي لا تشحنهم ما اشحن لياهم. اوكي حبايب هذول الطواير هم شوفوها الطواير. شوفوا اذا واحد خلي يأشر لي يسوي لي دويره عليه يقول لي هذا الطير يلعب النفس، هذا الطير زباله، هذا الطير خضراوي. زين حتى اشوف انا ما منتبه، يجوز ما منتبه اشوف الطير مالتي الزباله ما منتبه له. زين لا ويقول لي اوقفك عند حدك، يا ابا شنو توقفني عند حدي؟ انت شنو حتى توقفني عند حدي؟ انا لا متجاوز عليك، لا غلطان عليك، لا مقشمرك، لا ماخذ منك فلوس ومقفص عليك تتجاوز عليه. انا شنو توقفني عند حدي؟ بس ردت افتهم شنو توقفني عند حدي هاي الكلمه؟ عيب عليك يعني تحكي هاي الكلام. على كل على كل الانسان انسان مو له اللي، وشنو فرق الانسان الثقيل عن الانسان المو ثقيل؟ هو هي ماكو باللسان عظمه، فانت من تحكي احكي يعني على قدك على وزنك. انت بطن امك انا ربي طيور، انت بطن امك انا ربي طيور. زين فانت هسه تيجي تقول لي اوقفك عند حدك، توقفني عند حدي عشان شو مسوي لك حتى توقفني عند حدي؟ ما ادري والله ما اعرف يعني حكي تشفص. على كل دول الطواير اخوان، وانا نزلت هذا الفيديو، انا ناوي ما نزل الفيديو بعد لان انا هو راح يشوف الفيديو، انا اريد اشوفه ويسمع الكلام حتى يعرف شنو الكلام، شنو مغزى الكلام اللي يحكيه. الانسان المفروض من يحكي كلام يكون مسؤول على الكلام اللي يحكيه. زين على كل اخوان انا ما اريد اضوجكم بهذا الموضوع ماشي حبايب. هاي الطيور وهذه اللي سويناها عندنا هنا الزواج اللي ايش راح اسويه؟ الصغار راح انقلها ويا الطواير اوزعها على الطواير والفحل بس تكبر شويه ما مستعجل عليها. وذولا عندي بس هذه داق لها حله لانك واحد رايدهم ذول الزازات. شوف هذا الزاز الواقف هاي حل طيرته بصف بالحله اللي بصفه. زين وهنا باوع هنا همينه بس فحل، فذولا لازم احولهم هناك لان يعني بالشتاء ذولا ما يتحملون بهذا البرد، فهذا يبقى بس للصيف للتسقيق نذبهم هنا. خليت لهم ترايش جوا
شوف دقيت لهم ترايش جوا يقفون عليها، وفوق حلال برج مريح لهم يعني بيه كل شيء، ومريح بالصيف، التسقيق الصيف كلش حلو، برج مفتوح وحلو ومرقم وبي 10، بس اخلي بعد حله جوا لان عندي 11 زوج، ف11 زوج يبيضون الحمور ذبهم هنا، 11 زوج يبقى جواهم مرت الاخ، والبقيه الطيور نشوف هذا الولد ايش ياخذ من عندنا. زين يا الله هذا الولد ايش ياخذ من عندنا نشوف. والله كريم ماشي حبايب، هذا اللي اقول لكم عليه، ما عندي شيء وياكم حبايب، واسف خاف ضوجتكم بهذا الكلام. شو تسوي الانسان ينقهر، هم ينقهر من يسمع هيك حكي زايد ينقهر. اوكي حبايب مشكورين على الدعم همينا، ومشكورين على الاشتراكات، ومشكورين على كل شيء. والله جاي انزل الفيديو لعيونكم، لان الناس تسالني وين الفيديو، وين الفيديو ابو فادي، فانزله لعيونكم والله. زين بس اي سؤال استفسار على الطيور قولوا لي، ما ابي شيء، انا عندي وعندي فيديوهات قديمه تقدرون تشوفوها. واخر مره اتعامل ويا واحد بعد عراقي بكندا، اخر مره، مو ولو العراقيين مو كلهم مزينين، بيهم زينين وبيهم المزينين، بس اخر مره انا نبهوني قالوا لي ابو فادي دير بالك تتعامل ويا العراقيين هنا، راح يدقون بيك دقه، راح يسوون بيك دقه. على كل ما توقعت، لان انا احب العراقيين بصراحه، انا احب العراقيين وحب عشرتهم وحب هذه، متعلم اني زين البصره اخوتي كلهم اصدقائي، والروح يم جنايه وبراجه، ما بدي يوم من عندهم واحد يعني اتجاوز او حكي حكايه. وراح احط لكم بنهايه الفيديو، راح احط لكم شلون اصعد بسطوح العالم واطير واتونس وهم قاعدين يتفرجون. زين راح اخلي لكم بنهايه الفيديو، شوفوا الفيديو وعرفوا وين وين الدكتور يسموني. زين شوفوني اوكي. يلا حبايب في مال الله، انطونا رايكم بالفيديو اخوان. والله جيت اقلب الافحل يعني ما ظل عندي طير مو حلو، هذا اذا هذا هذا طوباني، شوف ما ظل عندي طير مو حلو. خل اكبر لكم شويه الشاشه، شوف ما ظل عندي طير مو حلو. يعني هسه ذاك اليوم دا اقلب اقول يعني اذا جوني عراقيين يريدون يشترون، ولو ما يجون انا ما بيهم خير العراقيين اللي هنا، فباعوا. شبيع له شبيع له، هذا شوف شوف الطيور، شبيع له يعني ياهو اطلع له ابيع له. تفضل. لا واحد يخابرني يقول لي راح اجي استنقي استنقي من عندك. زين لا تقول لي هذا ما اقدر وهذا ما اقدر، زين شلون ابيع لك الطيور اللي مخليها رس للتكاثر. زين بعدين شو اقول لك عليها واقول لك ما ابيع لك، يعني باوع عليها واقول لك ما ابيع لك، يعني باوع على طيور، يعني باوع على طيور. انا اريدكم تتفرجون على طيور، تفرجوا عليها بشرفكم. يعني شنو ياهو عندي مزين، يعني ياهو عندي مزين، حتى البدرنقات حتى البدرنقات. والله جا واحد ايراني ما بعت له، ظل يتوسل قال بيع لي بدرنق، راد هذا راد هذا البدرنق هذا الابيض، راد هذا، قلت له ما ابيعه ما ابيع هذا. زين راد هاي هاي هذا فحل، قلت له ما ابيعه هذا. شوف يعني هاي الطيور اللي عندي باوع، والله العظيم ما عندي واحد بي شويه لولا حتى ابيعه. وخطيه هذا الولد انطيته زوج طيره وفحال عراقي كلش خوش ولد، اسمه بالله ليون اسمه، كلش خوش ولد عراقي، جوني هو وصديقه لهنا، انطيتهم اثنين قلت لهم هاي تونسوا بيها. هو ده طلع الفحل طار، الفحل طلع من القفص وطار انهزم، فخابرني قال لي ما جاء، قلت له لا والله ما جلد عندي هذا، هذا محبوس بالقفص ما يطلع. وهمي انا فحل له قصه وكلش حلو، قلت خلي يبزرون منهم وارجع اخذهم من عندهم. زين فماك والله هذا طلع فحل، اول مره يطلع عندي فحل جوزي، الحمد لله طلع عندي فحل ومو جوزي، والله جاي تقلب الطيور. شوف اخوان ليش اقول لكم جاي تقلب الطيور صفر، لان هو اصلا الجوزي جاي من احمر واصفر، فانت من تظل ترجعه تزقق ترجعه ترجع بيه ترجع بيه للاصفر راح يرجع للاصفر، وراح اطلع صفر، راح اراويكم، راح اطلع صفر اراويكم صفر عندي. زين
وراح اراويكم الصفر اللي عندي، بس اتفرجكم على الافحيل زين. هسه اوديكم على الطواير، هسه اوديكم يعني. شوف اخوان والله ما اقدر اطلع ولا واحد لولا يعني، ما اعرف يعني، ما اعرف اذا جوني عراقيين يشترون شو اقول لهم ما ادري. لا واحد يقول لي خضاروه، عاب ما تقلب توي هيك خضاروه تهل. ربي يشطير زقق يشطير، خل تحتار ياهو الحلو ياهو المو حلو، تحتار بيهم طب تفرج. خلي اوديكم للطواير، خلي اوديكم للطواير، امشي روح للطواير. خلي اوديكم للطواير، طبعا نظفت مكانهم البارحه، نظفته كله من الريش، واليوم هم يتجمع ريش. شوف لين جاي يصفون، طبعا هاي ما مصفيه الطيور خطيه، والله ما مصفيه بعدها. شوف هذا القصه شلون حلو، شوف 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 هذا، شوف شلون خلقه، شلون كعكوله. هذا اللاخ اليمه، هذا الوجه، شوف هذا اللاخ، يعني هو مبين يعني، يا سبحان الله الرس مبين، رس واحد يعني، رس واحد مبين. شوف شوف رس واحد كله مبين يعني، طيور. شوف دور الزوج، شوف يعني طيور حلوة. حقهم المتابعين من يقولون طيورك كلش حلوة والله، حقهم. خلينا نروح للطواير، اوريكم الطواير. الطواير والله بعد احلى يعني، والله يا اخوان حيرة حيرة حيرة. راح ابيع الفرخات، ابيع من الفرخات عندي الكبار، ابيع من الفرخات يعني. شوف شوف خلينا نبدا بالطواير، شوف الطواير، شوف هاي هاي. خل اراويكم اول مره الطواير المعزوله، هذول كلهم مالتي يعني، هذول الزق. شوف هاي زين، شوف هاي جواها، شوف ذولاك. هذه من هسه خليت لها فحل، عندي فحل يشبهها بالضبط. شوف هاي اللوخ يعني، ما يعني تعرفون شنو اخوان، بعد ما عندي مو حلو، ما عندي طير مو حلو لا بالزق مستقبلا ولا هسه، ولا عندي طير بالبرج. شوفه شوفه الطواير، ولا عندي طير بالبرج مو حلو يعني. اذا طلعتوا لي طير بالفيديو، هاي الفيديو جاي اصوره على كيفي، بعض الطوبان يخبل. شوف اذا طلعتوا لي طير مو حلو، حتى الجوزيات. شوف ليش اقول لكم اخوان، بعد شو قلبت صفرة، هاي انت تقلب، هاي الامايه، هاي الامايه ترجع اصفر. هذا جنحه كله، شوف ريش الفرخ ما ذابت، هاي صغيره ريش الفرخ ما ذابت، بس جاي تنقلب صفرة. والله ما اعرف يعني، اكفت شيء ده يصير بالرس ده يرجع. شوف هاي ذيلها وجنحها بابيض، هاي الزقوم قطات، هاي ام الذول الاغرات المكعكلات. شوف هاي الدخل بالقاع، حتى البدرنقات يعني، البدرنقات فد شيء كلش حلو طلع يعني. شوف هذا البدرنق، شوف هذا البدرنق، شوف تحاجيله، شوف تحاجيله، شوف وقفته نصبته لونه. شوف هذا اللاخ الشكريه، شوف يعني كلها الطيور صلوات، كلها تحاجيل يعني، كلها تحاجيل باور، كلها مشمره تحاجيل. وبعد ده تصفي يعني، هذه الطيور ده تصفي، كلها ده تصفي. شوفها كلها جاي تصفي الطيور، بس التفرجكم ياها هيك شيء صح، انتم شايفه. بس اليوم ركزت بالفيديو على اليوم يعني. شوف هاي الطيره بعد شلون جمال يعني، طيور حلوه والله، طيور حلوه. شوف هاي عندي، هاي بس النقطه، شوف هاي بس النقطه، بابا 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 خلت بابا علينا، بس النقطه فوق خشمها. طيب باعنا بخاطر المتابعين، الله والله تفتهم، بس النقطة مو تمناية، أصغر من تمناية بعد. شوف شوف عرفة الحيوان، أريد أراويها للمتابعين. وشوف البقيتهم، هاي وحدة وذاك، وشوف هاي الأغرة، هاي القصة، شوف هاي القصة، هاي بقيتها همينة، وهاي الأماية هم راح أبقيها، هاي امهم كلهم هم راح ابقيها. وراح نشتغل على الشكريات، شوف الشكريات، شكريات وصفر، حتى نرجع الرس الاولي، نرجع الرس الاصفر يعني. راح يذبون شكري، بس احتمال يذبون شكري واحد اصفر،
احتمال يذبون اثنين شكريات، بس الشكريات اللي يذبوها يذبها على امهات احتمال تطلع يعني صفر، يطلعون صفر. فهذا اللي تراويكم اخوان، بس هذول تراويكم. ذاك الفحل الجوزي بس اللي هناك عندنا اعتقد ثلاث فحل جوزيات يطلعون، يعني مثل ما شفتم هنا يفارون ويتعاركون. شوف هاي تقر طيره، شوف هاي تقر قره طيره، هاي طيره متاكد منها، ذيك طيره متاكد من عندها، بس ذولاك افحل، ذولاك الجوزيات افحل. خلينا نشوف شو يصير. هذا البرج واسع عليهم، شوف هسه هاي كلها، شوف شوف اخوان هذا البرج واسع عليهم، شوف هسه هاي كلها فارغه، شوفها كلها ترايش فارغه، هاي تكفي للصغار. احتمال اجيب الصغار اذبهم هنا، بس هسه ما اقدر، لان اذا ذبيت الصغار هنا هذول ياكلون سريع، ما يخلوهم ياكلون، خطيه ما يلحقون ياكلون وياهم، فخليتهم هناك. تعال اراويكم الصغار. شوف الصغار همينة، يعني هذا الرص اللي طلع عندنا، شوف اراويكم اياه، شوف هذا قلت لكم اصفر، شوف هذول الصغار، شوف هاي خلقها، شوف هذول الصغار هاي خلقها، شوف هذا الاصفر اخواني. اذا هذا مو اصفر واحد يقول لي زين، بس هو اصفر يعني انا اعرف اصفر، بس انا اسمع من عندكم رايكم. شوف هاي الفرخات، شوفها شلون وجوههم معدله، وجوههم تخبل، شوف شوف يعني وجبه الاخ اذا طلعت فرخات راح تطلع احلى من هاي، احلى من هاي راح تطلع بعد، على شرط احلى من هاي، وراح اراويكم اذا مو احلى من هاي عاتبوني. وهذا همي انا ابو التمنايه، هذا هم ابو التمنايه، شوف نوق قبل القصه، هذا بطالع كعكير خرب عاد، فرخات مندشره بابا فرخات مندشره بس خفيفه بنكه، ليش مداراه. شوف هذا سيبين، شوف شنو، شوف شوف شلون بين الطيور حلوه باعه المكعكل، والما مكعكل حلو، شوف هسه هذا ما مكعكل، بس شوفه شوف شلون، بس على قولة ابني قال لي انت بابا ربيت وطلعت وجبه حلوات وعرفنا الامهات، اللي يريد بيع له من الفرخات، فقلت اوكي الفرخات اللي يريد يجي يشتري نبيع له. حتى هذا شوف شوف هذا شلون جمال، هذا قلت له بقيه، قلت له ما ابيع هذا بقيه زين، هذا قلت اني هذا ابقيه وبقي هذا صلم، ابقي ذاك الحني، ابقي ذاك الاغار، وابقي هذا اللي اخذ ينقر، شوف هذا ما بقي، يعني بقي فت خمسه سته، طبعا الصفر باقيات زين، هذا هم راح ابقيه، هذا هم يعني شوف هذا راح ابقيه، هذا او يمكن هذا ابقيه، ما اعرف والله. هي خيره، هي طيور حلوه، يلا على كل نشوف شو يصير. اوكي حبايب، شوف اخوان هذا تنفتح العجل، شوف طحن لهم اياه باوع باوع بالطاحونه، طحن لهم اياه، شوف شوف كلها طحنه باوع، شوف كلها طحن على حد المفروض باوع باوع، هذا تنفتح عديل، بعد شنو داريه الفرخات، هذا تنفتح عديل وطحنه زين، يخلص طحن بقويايه. شوف اجيبه هذا المعلف مالهم، اخلي شويه اكل، شوف اخلي شويه اكل وادير لهذا باوع، شوف ادير لهذا، شوف اديره كله بالمعلف مالهم، ليش؟ حتى الفراخ تاكل هذا بدهن، بدسم يعني بدهن، دهنيات دهنيات سمنه للطير. شوف هذا كله اذب لهم اياه، هسه شو اسوي؟ باوع شو اسوي؟ افرشه ويا الاكل، احطه ويا الاكل، افرشه حتى ياكلون هذا ياكلون هذا، شوف فرشه ويا الاكل، شوف يعني الفراخ هي مو من طلع فراخها، هي فراخ تداريها، يعني شوف هسه بنصيحه بعد شلون تنزل باوع باوع بعد شلون تنزل راسا، بس مجرد نصيحه، شوف تعال 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 هسه كلها تنزل،
تعال تعال كلها تنزل باوع هسه كلها تنزل جوا كلها تصير جوا شلت الأبهات من أنا بعد ما الزوق أريد الفراخ تتعلم هي على نفسها تعود على نفسها ما أريد الأبهات يزقون هسه ينزلون كلهم عندي بس هذا أسوي له شوف شوفوا هذا هذا ما ينزل هسه أسوي له سرنجة وأزقق أزقق أبقوا يعني شوف أخوان هذه شو اسمه البروتين ماله والفيتامين وهاي هاي أسوي له نص سرنجة لأن ما أنطي وحدة كاملة حتى لا يشبع هسه أزقق هسه شوف أراويكم إياه هسه أراكم شلون أزقق هو اللي تاكل فرخات تاكل هو اللي ما ياكل ما ادري ليش بعده ما ياكل هسه اراويكم اياه اذا يصير اراويكم اياه شلون ازقه تعال انا قدام الكاميرا بديرها تعال زقيته رسف معدة ما ترسى هواية هسه أريده بس يكبر حتى يتعلم يأكل هو مصيبة مدى يكبر مدى يكبر حتى لي أنا ذولا قلت لكم أمه وأبو عافو هذا من تعلمه أنت تنطي زهق بعد ما يأكل زين هسه شوف ذولا تعال تعال والله أخوان هذا قلب أصفر واحد من المتابعين قال لي قال لي بلكي تقدر تطلع صفور قلت له ان شاء الله ان شاء الله راح اشتغل عليها هذا مقلب اصفر هذول هم باع الاخوان الاثنين باعوا اخوان باعوا باعوا هذول الاخوان الاثنين باع الريش شلون ينقلب اصفر شوف شوف الريش شلون ينقلب اصفر باوع شوف جنحه شلون قلب اصفر يذب الجوزي كله يذبه خلينا نشوف شو يطلع عندنا بطلت الشكريات بعد ما ابيعها امي انا زين هذا طلع حني بس بالصورة ما يبين بس هو حني طلع ماشي حبايب خلينا نكمل وياكم الفيديو دكتور عمي شوف الدكتور شلون منطلق يحب الطير عمي الرجال يحب الطير بس مو بيده يلا قبل حدك يلا قبل حدك الوقت شوف الوقت خلى